مفيش أجمل من الست لما تكون واثقة في نفسها وشايفة إنها زي القمر. يا أختي عليهم، خد أولادك اتفحوا ما تهجوش زي ما فهمتكم، انت اتنين واختك اتنين. ماشي يا مامي. يا اختي ايه الجمال ده كله؟ النبي سجد على الارض خضر، اللهم زيد وبارك. منيش العروسه؟ لا فكريه يا بنتي، في الحقيقه ولادي جمال وجمال مش على حد. هما هيشتروه من بره. يا اختي بقى انا حلوه كده يا حسره، كان زمان مجابر، ليت الشباب يعود يوما. هما لو كان لسه ما جوش يا مامي. زمانهم جايين يا رحمن، بس يطلع شهيله شويه. اصبر يا رب. يعني مش قمر قوي، بس المهم حلاوة الروح. وده برضو ما يمنعش انها ممكن بدل ما تبقى زي القمر تبقى قمرين. والاهم من كل ده انها تروح للدكتور المناسب اللي يعرف يخليها قمر او قمرين. طبعا قمرين دول ولا عينين رائعه عمرو دياب، لكن خلينا نقول ان القمرين او الجمال ده ممكن يكون في يعني في العشرينات له رونق، الثلاثينات، الاربعينات، حتى الخمسينات والستينات كمان. لكن في كل مرحله عمريه واضح انه في استراتيجيه معينه للتعامل مع مشاكل الجمال. ده العشرينات دلوقتي بقى فيها مشاكل، الثلاثينات بقى فيها مشاكل، طبعا الاربعينات هي المرحله الاشهر لانها المرحله الوسطى، الست ساعتها بتبقى يعني شابه بس دخلت كبرت شوي. خمسينات بتبقى في امال كبيره انها تستحق يعني، خصوصا في العصر الحالي. والستينات كمان دلوقتي بقى بيهتموا بجمالهم، عايز اقول والسبعينات كمان، عايز اقول انه المراه والرجل اصبحوا نظرتهم الان للجمال نظره متقدمه للغايه. النهاردة حوار مختلف لأن احنا النهاردة هنتكلم على استراتيجيات. كل فترة زمنية لها أسلوب تعديل ولها أولويات ولها عيوب بتحصل في الوجه، إزاي نعدلها، إزاي نظبطها، هو ده محور حوارنا النهاردة. طبعا ضيف غالي عليا جدا واسم ما شاء الله صاحب إنجازات متميزة للغاية وتاريخ متميز جدا جدا في عالم التجميل، واسم يعني ليس مصريا فقط، مصريا وعربيا، وطبعا يعني إنجازاته سواء هنا أو في دولة الإمارات الشقيقة أو في دول الخليج إنجازات متميزة للغاية. هو طبعا ضيف العزيز أستاذ التجميل والمتميز الأستاذ الدكتور سمير زكي، استشاري جراحات التجميل وزميل الأكاديمية الدولية لجراحات التجميل وزراعة الشعر الطبيعي، الاسم المتميز وليد الماهرة. أهلا بك دكتور سمير. أهلا بك دكتور عين، منورنا جدا. الله يخليك. يعني سعداء بهذه الزيارة اللي يعني بنسعد بيها رغم مشاغلك ورغم سفرياتك الكتيرة وليك شغل بره وليك شغل في مصر، لكن بنبقى سعداء بتشريفك. أنا بسعيد لما أكون معك دايما إن شاء الله. ده شرف لينا كبير. النهاردة إحنا عايزين نبدأ بأنه بلا شك الستات في العشرينات والثلاثينات والاربعينات وكل وقت له استراتيجيه معينه وخطه معينه في طريقه العلاج، لكن في حاجه ملاحظه جدا هي انه العشرينات بقوا يحتاجوا الى ما كان يحتاجه الاربعينات، اصحاب العمر الاربعيني او الخمسيني كمان. بمعنى اخر في شيخوخه اصبحت مبكره، بقى الوش تظهر عليه حاجات كتيره في العشرينات ما كانتش بتظهر قبل كده، السبب ايه؟ هو ده كلام صحيح، يعني ان هو فعلا ان في بعض الاثار بتبتدي من سن بدري جدا نتيجه للتلوث اللي في الجو والتراب وعدم العنايه بالبشره ونتيجه لفقدان الدهون من الجسم نتيجه للرجيمات الكتير بدون لازمه، وده اللي بيخلي النضاره بتاعت الوش وفقدان الدهون دي هي اللي بتدي النضاره للبشره، فده بيخلي العوامل انها تظهر بدري عن الطبيعي. يعني ما كناش بنشوف الحاجات دي زمان، يعني زمان كان لغايه 35 سنه ما كانش في حاجه بتحتاج انها تعمل حاجه، دلوقتي من سن ال 20 وقبل كده ساعات بتحتاج انها تعمل حاجه بحيث انها تعدل حاجات
وده الأصح طبعا أنها تبتدي بدري، تبتدي لما تلاقي حاجة تعملها بحيث أنها ما تزيدش معها يعني ما تتفاقمش في الموضوع يعني. ما هي الأثار التي يخلفها هذا العظيم الزمن الجبار الزمن ومعاه طبعا الجبارة الجاذبية؟ يعني ماذا يحدث في الوجه بقى؟ هو دلوقتي احنا عندنا في الوجه في ثلاث حاجات أساسية، الجلد بتاع الوجه والدهون والهيكل العظمي ذات نفسه والأربطة اللي بتربط الكلام ده كله ببعضه. فمع مرور الوجه بيتغير شكله من زي ما احنا شايفين كده من مثلث لمربع، ويبتدي الأنسجة بتاعة البشرة انها تنزل والدهون تضمر وحتى الهيكل العظمي بينزل في بيقل مع تقدم العمر، فيبتدي تظهر الخطوط اللي هي تحت العين، الخدود، الخطوط اللي حوالين الأنف والفم، فكل ده بيبتدي يضمر وينزل في الاتجاه الأسفل اللي هو مع اتجاه الجاذبية. وبيبقى في كل المناطق اللي احنا شايفينها دي بتبتدي انها بدل ما هي مفروده ومرفوعه لفوق كلها بتنزل لتحت، تحت العين والخد وحوالين الفم والجاولز اللي هي حوالين الفم من تحت، فده بينزل كله في النتيجه للجاذبيه. فاساسا بيبقى في فقد للدهون والاربطه اللي ماسكه الوش ذات نفسه ببعضه، حتى كلنا بنحاول ان احنا نعمل لفوق لفوق كده بحيث ان بدون لا وعي كده قدام المرايه تلاقي الست على طول عماله تعمل كده. الواحد يرجع كده يبقى جميل، يرجع مثلث تاني، يرجع مثلث تاني بدل ما هو مربع. طب انا دلوقتي يعني دايما يعني الانسان يحتاج الى صيانه، التعبير ده على فكره تعبير خاص بينفع بالعربيات يعني، لكن لانه انا واحد بتعامل مع العربيه على فكره انها كان حي يعني. انا بقدر يعني انا عندي بقدر العربيه بحبها او بكرهها، دي حاجه غريبه شويه. الواحد بيعيش نص عمره في العربيه فبيبدا تبقى صاحبي. فالصيانه في الانسان من باب اولى يعني، اذا كان الحديد بيتصان فاللحم والعظم اكيد هيتصان. هي طبعا مهمه طبعا ان احنا في كل سن ان احنا نشوف الحاجات اللي ممكن تتعمل لكل سن بحيث ان احنا نحافظ على حياتنا، نحافظ على شكلنا ونحافظ على جلدنا. فاحنا زي ما احنا عارفين كل في ثلاث الجلد لازم نهتم بيه، لو ظهر تجاعيد نهتم بيها، لو في فقد للدهون وكده نرجعها تاني. فاحنا المفروض في كل سن بيبقى في حاجه يعني حاجات في الاغلب بتتعمل يعني لسه الصيام زي لسه الصيام، لان مثلا في السن في الثلاثينات مثلا بيبتدي ان يعني احنا زي ما احنا شايفين كده هي ابتدت في الثلاثينات تطلع لها شويه تجاعيد في الجبهه، شويه تجاعيد حوالين العين، فبنبتدي نعمل لها بوتوكس في الجبهه، بنعمل لها شويه فيلر في السمايل لاين، وبنحدد الشفايف في المنطقه، مش محتاجه اكتر من كده مع العنايه بالجلد ذات نفسه اللي هي المايكرو نيدلينج، وبنحقن فيتامينز في الجلد بحيث ان نحافظ على شباب البشره. كل ده بيخلي المرحله الثانيه من تقدم في السن بتقل، مش ما بتقباش زي الاول، زي مش واحده ما بتعتنيش بنفسها خالص. بنيجي بعد كده مثلا احنا خلصنا مثلا الثلاثينات، في الاربعينات بتبتدي التجاعيد تزيد وبتدي الخطوط على السمايل لاينز بتبقى اكتر. البوتوكس بيتعامل مع التجاعيد اللي هي الحركيه، اللي بتبتدي تظهر تجاعيد حركيه وتجاعيد مش حركيه، فلازم نعمل بوتوكس وفيلر معاها. ممكن نعمل خيوط عشان نرفع الخد والتانيه بتاعه الجاولز، ممكن ان احنا بنعمل فيلر برضو في المنطقه، والخيوط بتشد في هذا الاتجاه اللي هو الاتجاه الاعلى بحيث ان الجاولز دي تروح والنزله بتاعه الخط بتاعه الخد بتتعمل لها يا اما فيلر يا اما حقن للدهون مع البلازما والخلايا الجذعيه والكلام من ده.
ده في ده 35 او في الثلاثينات والاربعينات والاربعينات مش لازم يبقى 35 بالظبط لا لا هو في الثلاثينات يعني هو ده في الرينج بتاع الثلاثينات يعني هو على اساس انه متوسط العمر في المنطقه والثانيه برضو في الاربعينات ده الحاجات اللي ممكن تظهر جديد ان احنا نقدر نعملها اللي بيسيبوا نفسهم بقى ويوصلوا لغايه سن كبير من غير ما تكون يعني هي لو في الخمسينات وكانت بتعمل حاجات قبل كده هتلاقي ان هي ما وصلتش قوي للدرجه بتاعت الخمسينات وممكن تكون وصلت للدرجه بتاعت الاربعينات لكن في حكايه في الخمسينات بقى الموضوع بيكون بيتطور بحيث ان احنا بنقوم محتاجين نرفع الحواجب بالخيوط بنعمل عمليات شد الجفون اللي فوق واللي تحت وتاني حاجه نعمل عمليه شد وش مصغر اللي هي الماكس ليفت وممكن لا احنا نقف معلش يا فندم معلش حتتين عايز افهمهم واحنا واقفين على الصوره دي ايوه الجفون بدات تظهر مشكلتها هنا في الخمسينات في الخمسينات أيوة وممكن تظهر في الاربعينات في طبعا ممكن بنعمل ايه بقى في الجفون في الجفون بنعمل عمليه شد جفون ان احنا بنشيل الكياس الدهنيه من الجفن ونشيل الجلد الزائد ولو الحاجب في بعض الناس بيشيلوا كده بس ما بيحصلش برضه تحسن لازم الحاجب نقطة مهمة جدا انه يترفع للمكان الطبيعي بتاعه احنا رفعناه هنا في الصورة هنرجع للصورة تاني الحاجب رفعناه بخيوط رفعناه بالخيوط مش في محتاج في الخمسينات تلي بالك فبنرفعه بالخيوط نحطه في مكانه اللي هو ساقط لكن لو مش ساقط خلاص لكن هو لو هو ساقط لازم يتعمل مع عملية شد الجفون خاصة الجفون العلوية الجفون السفلية بنشيل الأكياس الدهنية وبعدين بنشد العضلة الداخلية مش مجرد بس نشيل الأكياس حتى حديثا ما بقاش نشيل الأكياس بقينا نحسن الاستراكشر الداخلي المكان الداخلي بحيث ان هو من غير ما نشيل حاجة وبنشد العضلة فبتتشد الجفون لان اكتر حتة بتوري العمر هي المنطقة اللي حوالين العين لان هي اكتر حاجة اي كونتاكت يعني اكتر حاجة بصين لها برضو بصين لها ايوان الانف بتنزل شوية في اثناء لما الواحد كبر سن بتاعه بتنزل بدل ما هي بتبقى مفرودة زي ما تشايف الصورة كده هي بتنزل لتحت تلي بالك فبتنزل لتحت دي رفعها سهل جدا بخيوط على طول لان هي بتبقى شكل الانف كويس بس هي سقطت من التب من الطرف بتاع الانف تلي بالك ما بتبقاش محتاجه عمليه انف بجد لان هي اصلا الانف كانت كويسه بس هي نزلت الطرف بتاعها لتحت فدوت ممكن ان احنا نستعيد عنه بدون عمليه ان احنا نعمل كده طبعا لازم يتشد في الاحوال ديت لما بيكون الوش نزل جامد ما تبقاش كفايه انك تعمل خيوط ولا كده لا لازم تعمل عمليه جراحيه حضرتك قلت لي ميني فيس ليفت صح ميني فيس ليفت ايه بقى الميني فيس ليفت على الصوره احنا هنشوف الصوره تاني ونشوف فين مكان الميني فيس الميني فيس ليفت بيبقاش زي زمان كان زمان بتتفتح كده اول لغايه ورا كده دلوقتي احنا بس مجرد ان بتبقى حوالين قدام الودن في التانيات الودن في دي بتبقى فتحه صغيره جدا بحيث ان احنا بنخش منها وبنشد العضلات بتاعه الوش والجلد الزياده المفقود بعد كده بنشيله لكن مش بنشيل الجلد مش اساسا عشان نشيل الجلد اساسا عشان نشد الانسجه الداخليه وممكن معاها ان احنا بنحقن دهون في الخطوط بتاعه الوش اللي هي سمايل لاينز والجاولز وكده بحيث ان هي تعمل ريجوفينيشن نضاره للبشر فدوت اللي بنحتاج ان احنا نعمله ودي عمليات بتبقى سهله الريكفري بتاعها قليل غير شد الوش كنا بنعمله زمان اللي هو شد وش كامل بنشد الوش من الداخل فده بياخد ريكفري مده طويله ما بقاش حد فاضي دلوقتي ان هو يقعد فترات طويله بعد العمليه في استشفاء بعد العمليه لكن دي مش محتاجه ريكفري هي محتاجه ريكفري بس بسيط يوم يعني بتاع 3 4 ايام وخلاص اوكي دي بقى الخيوط دي الخيوط التقنيه ازاي بنشد الحاجب بنخش في ابر خاصه مخصوصه بتخش بالطريقه اللي احنا شايفينها ديت بترفع الانسجه الخيوط ديت بتعمل اهم حاجه ان هي بتمسك منطقه ثابته بمنطقه متحركه فدي الحاجب متحرك المنطقه الثابته فوق عند خط الشعر فده
بيشد دي غير الخيوط الكوريه والكلام التاني ولا بقى دوت نفس الحكايه بيرفع منطقه اللي هو الميد فيس اللي هو عند منطقه الخدود بيرفع كده بيمسك الانسجه برضو بنفس الطريقه بحيث ان هو بتبقى ماسكه في منطقه ثابته عند منطقه متحركه اللي هي منطقه الخد فدوت بيديك الشد المظبوط بمناسبه الخيوط يعني في خيوط كتير موجوده في الانواع كتير موجوده في خيوط اللي هي بتنبه الكولاجين بس اللي هي خيوط الكوريه دي عباره عن خيوط تحط في الجلد السطحي مش الغرض منها الشد هي مغرض منها ان هي بتدي نضاره تنبه الكولاجين في خيوط تانية اللي هي الخيوط السلويت العنقوديه دي بتبقى بتمسك المنطقه برضو بتثبت في مناطق ثابته وفي الخيوط اللي هي الذهبيه اللي احنا شفناها في الفيديو ديت ده اللي هو الكيبل ليفت اللي هو بتمسك الانسجه بتبقى الشد بتاعها جامد جدا في غير نفس الخيوط الذهبيه دي بنستخدمها في العمليات اللي هي المصغره برضه يعني هي نفسها الخيوط بتستخدم بس بفتحات صغيره بحيث انها تشد الوش وتشد الرقبة وتشد الكلام منها عايز اروح لحتة مهمة قوي حضرتك قلت الخيوط وكلمت على الانواع وبينت ان في انواع جيدة جدا زي بيسموها الخيوط الذهبية وفي انواع عملت تأثير مش جيد زي الكورية ده اللي فهمته لا هي مش موضوع تأثير جيد هو موضوع ان هي الحاجة بتستخدم للحاجة بتاعتها للسبب بتاعها الخيوط الكورية جميلة جدا ممتازة بس هي الفكرة كلها انها بتشتغل على ان هي تنبه الجلد مش عشان انها ترفع تلاقي بالك دي غلط يعني هي الفايده بتاعتها انها بتنبه الكولاجين تلاقي بالك لانها سطحيه جدا متحط في الدرمس مش ماسكه في انسجه تانية ايوه تلاقي بالك فبالتالي بتنبه الجلد انه يتكون وبيحصل نضاره للجلد بعد فتره لما يتكون الكولاجين في يعني كل حاجه ليها استخدام ليها استخدام مش عشان مش عشان الاحسن والاقل لا 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 يعني اخذت انطباع خاطئ ان الذهبيه اعلى في التكوين لكن انا فهمت دلوقتي الذهبيه ليها استخدام ايه والكوريه ليها استخدام ايه طيب عايز اروح لحاجه تانية بقى البوتوكس والفيلر برضو بس ده بقى بالذات نسمع انه في بوتوكس جيد جدا وفيلر جيد جدا في انواع تانية اقل جوده او رديئه ممكن يساء استخدامها لا هي مش الموضوع هو الموضوع ان اللي البوتوكس ذات نفسه بيبقى ليه تاثيرات معروفه اللي بالك طبعا لو بوتوكس مش سليم ده موضوع تاني خالص لكن لو هو بوتوكس سليم هو بيشتغل من 3 لـ9 شهور بحيث ان هو بيقعد بيخلي العضله نفسها تنبسط زي ما انت شايف كده يعني هي في ان هي بتكشر فدلوقتي مش عارفه تكشر دلوقتي اللي بالك التانية برضو اخرها في التكشير تانية رفع الحواجب يبقى الحواجب هنا مرفوعه بتبقى العين مفتوحه زي ما انت شايف العين بتبقى احسن بكتير شكلها احسن ورغم ان هو الرفع خفيف جدا بالنسبه للحواجب والجبهه بتبقى مفروده مفيش فيها الكسرات بتاعه ده في الست مش حلوه خالص الجبهه اللي فيها كسرات دي بيبقى وفي بعض الناس بيتكلموا بطريقه تعبيراتهم بتبقى كده فده بيزود لكن مجرد ان ما بتعمل بوتوكس بيدي شكل احسن بكتير غالبا زي ما قلت لك ان هو بيبقى بيشتغل من 6 لـ9 شهور بس يعني مش ما بيقعدش لان الجسم بيكسر البوتوكس ذات نفسه وبعد كده بتبدي العضلات ترجع لطبيعتها تاني فبحس ان احنا لازم يتعاد كل فتره بس هو يعني صراحه ماده رائعه ماده يعني رائعه بفرض ان هي الماده السليمه طبعا البوتوكس البوتوكس بتاع الرجال البوتوكس ايوه مظبوط عشان مش اي بوتوكس مش اي بوتوكس هو كلمه بوتوكس اصلا هي بوتوكس اسم تجاري على فكره زمان بنتكلم فيه على انه اسم علمي لكن هو اسم تجاري يلا معلش خليها علينا الفيلر بقى هذا السحر الفيلر بيستخدم لا بس برضه بفرض انه فيلر سليم منتج رائع طبعا هو الفيلر انواع كتير يعني في فيلر الشفايف في فيلر الخدود في فيلر للخطوط في فيلر الخطوط السطحيه في فيلر الخطوط العميقه في فيلر للفوليوم ففي يعني انواع كتير جدا هو عامه في الشفايف ان هي بتدي دايما القلبه بتاعت الشفه هي بتفقد بمرور الوقت
فدي اللي بتدي الاحساس بالعجز كبر. ايوه. فمجرد ان الواحد بيحقن الاطراف بتاعه الشفه وبيعوض الفوليوم اللي فقد من الشفه بيدي شكل جميل. طبعا طبعا القياسات اللي قلت عليها اللي هي تلت وتلتين وكيوبيت بو يكون مظبوط فدوت بيدي كيوبيت شكل كيوبيت بو بو. ايوه اسمه كيوبيت بو. اللي هو اي حاجه خاصه كيوبيت. بتحب انت كيوبيت؟ طبعا طبعا. كيوبيت يعني طالما حاجه خاصه بالحب خلاص هتلاقيني مركز قوي. اللي هو الحته الفوقانيه. الحته الفوقانيه ديت دي واحده تعمل لها شد شد وش وحقن دهون وتظبيط في الوش. ففعلا سنها ابتدى يبان ان هي يعني اتظبطت كتير من الخطوط راحت الشفايف الخدود فبقى الموضوع بتاعها يعني حسينا انها بقت احسن بكتير من سنها. بس انا طبعا افضل ان دايما الواحد يبتدي بدري بدري احسن. وسعدت بهذا اللقاء الممتع جدا كثير المعلومات المشوق ورغم انه في معلومات كثيره جدا لكن عرض حضرتك ليها باسلوب شيق ورشيق وفي تبسيط جدا للمعلومه وصل اعتقد لكل الاسئله. فانا بحييك تحيه كبيره على تشريفك لينا بحييك على الاس بتاعت حاجه جميله جدا شياكه والله الاس بتاع نفسي اجيب انا ايه ولا اي حاجه. يلا ان شاء الله نورت الدكتور. كل شكر وتقدير للضيف العزيز القمة العلمية الكبير الأستاذ الدكتور سمير زكي استشاري جراحات التجميل وزميل الأكاديمية الدولية لجراحات التجميل وزراعة الشعر الطبيعي الاسم القدير الكبير واللي طبعا يعني أسعدنا جدا بهذا الحوار عن التجميل. وزي ما الدكتور سمير قال اهتمي جدا بوشك اهتمي جدا ببشرتك اهتمي جدا بجمالك ده اللي بيعبر عنك وبيقدمك للناس. وختم بجملة مهمة جدا إن الله جميل يحب الجمال. فسروا هذا الكلام بتفسير دقيق جدا وحافظوا على جمالكم لأنه نعمة في ايديكم. أكيد هتشوفونا كمان شوية. من قلب المحن تولد المنح. هي المشكلة كلها في تقدم العمر عند السيدات المخزون ما بين المبيضات نفسه بيكون قليل. ويولد النور والأمل في لحظة. يعتقد الكثيرون أنه لا مجال للأمل. نسبة الحملة هتقل عندها لكن ما هيش مستحيلة برضه. أغرب حالات تأخر الإنجاب إن مصر فيها هذا القدر من التقدم التكنولوجي في عالم تأخر الإنجاب. علاجات تأخر الإنجاب بالذات في الإخصاب المساعد بنتعامل مع الكابل الاثنين مع بعض. لو مشكلة عند الاثنين أصلا والتقدم اللي احنا وصلنا له دلوقتي بقينا بنلاقي حل لأغلبية المشكلات. الزوجة دايما متهمة في تحديد جنس المولود مع ان اللي بيحدد جنس المولود هو الزوج. هل في فعلا ازواج ما يحملش حيوانات منوية ليها سمة الكروموزوم الذكري؟ في واحد بيخلف رجالة بس ولاد بس عشان يرزق بالطفل. دي قدرة ربنا سبحانه وتعالى. قدرنا نجيب اطفال اصحاء بالقصة دي بالذات ان احنا عندنا قسم للوراثة داخل مستشفى بداية. كلمة عقم نفسها بقت قليلة قوي.